السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تعاقد المنتخب المصري مع المدرب الفرنسي رونار، يعني رغم أن متابعته يعني من طرف الاتحاد النيجيري. شو واحد غاضب منتخب نستبع فيه وكاين اللي مسكين يعني كان عنده تاكتيك عالمي ما كاش لا جايب عليه، ما قال لك في المواقع برك هكا يقول لك. وذكر التقارير الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم عرض يعني للتعاقد، يعني قدم عرض للتعاقد مع الفرنسي رونار لتدريب المنتخب المصري الأول بعد أولمبياد باريس 2024. ويتولى رونار تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات ويستعد لخوض منافسة الأولمبية باريس، والتي بعدها سيرحل عن منصبه كما أعلن سابقا. وذكرت شبكة فوت ميراكتو الفرنسي أن الاتحاد المصري قدم عرض بقيمة 1,900,000 يورو كراتب سنوي للمدرب الفرنسي، ويحظى بمناسبة يعني بمنافسة من نظيره النيجيري للحصول على خدمات رونار. يعني شو كيفاش عند انا قلت لكم حسام حسن هذا ابراهيم خو هذا والله ما مدربين، والله ما مدربين، هذا ماجر كيما ماجر. انا نقول لكم والله لا كيما ماجر، يعني رغم ذلك ونفى الاتحاد المصري لكرة القدم تلك التقارير، مؤكد أنه لا صحة للتفاوض مع رونار، مشيرا أن ذلك الاهتمام كان في الماضي قبل قدوم المدرب حسام حسن للإشراف على الفراعنة. وأكد الاتحاد ثقته الكاملة بحسام حسن والجهاز المنتخب المصري الفني، والذي تم تعيينه لمهمة في شهر مارس الماضي بعقد حتى 2026 خلف للبرتغالي فيكتوريا. وسبق لرونار العمل في إفريقيا حيث قاد منتخب زامبيا والكوت ديفوار للفوز بكأس أمم إفريقيا، كما تولى تدريب المنتخب المغرب قبل الذهاب لتدريب السعودية حيث قادهم لتحقيق انتصار تاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022. يا ما وين نفى الاتحاد هي لا وين راهي، وين هي حسب يعني وين قال لك كيسموها وين راهي اللي طنقت ماشي طنقت اشاعات، يعني يمكن هي وين هي. لا ذكر تقارير الصحيفة بان فرنسي رونار مدرب المنتخب الفرنسي يعني اصبح محط انظار اتحاديين افريقيين للاشراف على تدريب منتخبهم الاول. ووفق لما كشفه موقع يعني فإن الاتحاد النيجيري لكرة القدم مهتم بخدمات المدرب الأسود الأطلس السابق، بعدما أكدت في هذه الأخير بأن أولمبياد باريس ستكون آخر منافسة مع المنتخب الفرنسي للسيدات. وبدوري أبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم رغبته الكبيرة في التعاقد مع رونار لقيادة الفراعنة في استحقاقات القادمة مقابل حصوله على 1,900,000 يورو سنويا حسب المصادر ذاتها. شوف صح كاينة منها مكاش منها الله أعلم، هي ماشي سهلة. شوبير دافع على محرز في قضية تاع القضاء، يا ودي هذه قضية هذيك وكيل أعمال انا شندافع عليه محرز، قالك المورا طالح له طايح له محرز، وين المورا طايح له كل شهر يدير عرس تقول لي المورا طايح له، مالكم كاش مورا طايح له محرز، وين المورا طايح له محرز، انت تكتب لي تقول لي كيف ما دافعش على محرز، دافع عليه انت، روح دير قناة وهدر على محرز، تحوس علي انا ما نهدرش على محرز، تسالوني ولا سبحان الله محرز انا ما نهدرش عليه، شكون اللي سالني نهدر بالسيام على محرز انا ولا مورا طايح له،
والله سهل اللي يطيح له المورا اللي يحوس عليه يبدو ولا خليه طايح هاي يبدا هاي يدير ذاك هاي شر يبدلو المورا اللي يطلعه له هاك هاك مع ذاك هاك ديرو كيما هاك خلينا نهضروا على الموضوع تاعنا هنايا هضر عليه هضر عليه وين هضر عليه هنايا ما عرفتش كل شهر يدير عرفتو يدير هيا لا وين نفى واكد محمد مراد المنسق الاعلامي للاتحاد المصري لكره القدم في تصريح لصحيفه البطوله ما نشر باحد المواقع الفرنسيه عن مفاوضاتنا مع رونار يقصد به التفاوض قادم وذلك قبل ان يتولى كابتن حسام حسن مسؤوليه الاشراف على المنتخب واضاف المدير الاعلامي بالاتحاد المصري للعبه لم نتفاوض منذ تعاقد مع حسام حسن مع أي مدرب ونحترم تعاقداتنا مع الجهاز الفني الحالي بقيادة توأم حسام حسن وإبراهيم حسن هذا وكان الموقع فود ميراكت الفرنسي قد أشار إلى قد أشار في يعني وجود رونار مدرب منتخب فرنسي السيدات يا ودي هذا ما كي ما إثارة داروا هذا داروا مشكلة يديروا مشكلة على بالي نبوظ لك مشكلة أخويا ما يكون ماي لا وضع مشكلة هون ما أمني ولا الله أو على شغالي لو وما عاجبينها سهلة سبحان الله أو دار يديرو مشكلة على بالك دوك لونترينير اللي راه مشكلة على بالك يقولك بالك تفاوضو معاهم بالك بصح يعطو ضمانات عندو ضمانات عندو ضمانات لونترينير حسام حسن هاي ساهل بالك يا ودي هذاك مشي اونترينير انا نقول وما انتي نرجع هذاك ما ادير بركم دايرينا انا نقول لكم هذاك ما جرب دايرينا وصايد هاو دايري ما جرب مصاروا داروا ما جر برك واو يا مصاروا ديرو ماجر عقلوا ليها عجبنا سهلة او غير واحد تعاقد ولا هو فانيك واحد لازم يخمم شويه انت كي جبت اونترينير جيب ما عرفت يا باش تعرف ها ما انت جبت تعرف المهم بس جاي في وقته ان شاء الله
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.